أحلى أغاني ديانا حداد القديمة والجديدة رددها مع الجمهور الإماراتي بالحفل اللي أحيته بإمارة العين بمشاركة كل من عايدة المنهالي وأصيل هميم. كلمة اشتقنا لك قليلة حبيبي، وأنا اشتقت لكم أكيد، بس ما بعرف ليه دايما بتقولوا لي اشتقنا لك وانا موجوده. لانه نحن لهلا بنحب ديانا حداد، لهلا انت ترند بشوارع بيروت، بشوارع الشام، بكل مكان الواحد بيروح ديانا حداد حاضره. بتعرفي انا من عمر اي غنيه؟ يعني ما بدي اقول لك. احذر. لا ما راح اقول لك ساكن عماني اكيد، لا مسؤولوا لي من أهل العشق. أوه ما شاء الله عليك. أنا من عمر أهل العشق. ما شاء الله عليك العمر كله يا رب. بهالطريقة اللطيفة بلش لقائنا مع ديانا والزميل مروت صوفي، وهالحفل كان بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي اللي بيعني كتير لديانا كنجمة لبنانية وإماراتية. أول شيء بدنا نبارك لك بعيد الاتحاد كلبنانية وكمغنية بتحبي الإمارات ووفية لهذا البلد. وإماراتية. بدنا نقول لك كل عام وأنت بألف خير. حبيبي وأنتم بخير. وإماراتنا الغالية حكومة وشعبا وقادة وكل المقيمين على أرض الإمارات بألف خير. يعني هيدا عيد، عيد سلام، عيد محبة، وإن شاء الله يارب تكون هاي بداية أيام خير على كل العالم بإسم الله. ديانا بهالحفل غنت من ريبرتوارا أحلى الأغاني مثل ساكن وأماني وماني وإلى هنا وغيرهم الكتير. وكالعادة ما غابت الفنانة الكبيرة سميرة توفيق عن حفلة، فاخترت لعدة أغاني أيضا. كمان عم نشوف الإمارات اليوم محبة للفن العربي، وخصوصي مع الفنانة سميرة توفيق اللي استذكرتيها هلأ بأغنية من أحلى الأغاني. دايما حاضرة طبعا. شوف مش شي جديد على شيوخنا وشيخاتنا الله يحفظهم، وأم الإمارات يعني أم الخير، أم الكرام، أم الذوق، يعني الله يحفظها وطول بعمرها أكيد. يعني مثل ما بقولوا لفتة كتير حلوة بحق الفنانة القديرة سميرة توفيق. وبدي أقول لك بشغلة أنه أنا دايما حاضرة، هي معي دايما بكل حفلاتي، فمندعي لها بالصحة وطول العمر والشفاء أكيد، وأنا دايما على تواصل. بالفعل فالفنانة الكبيرة سميرة توفيق مقيمة بالإمارات من عدة سنوات برعاية كبيرة واهتمام خاص وبتوجيه من أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك. وكانت طلت توفيق مؤخرا بفيديو من حفل زفاف أحد العائلات الصديقة لها، والفيديو انتشر بشكل واسع. الله يعطي سميرة توفيق الصحة والعافية. بالعودة لديانا حبينا نهنيها على فكرة إعادة تقديم أغانيها القديمة بشكل جديد وإطار مختلف. امبارح كنا بالسيرة، كان عندي حفلة بالعلا أنا والشاب خالد، فقلت لهم أنه أنا ملاحظة الشغلة أنه جيلي اليوم التين ايجرز كلهم عم يرجعوا على الأغاني القديمة، يعني مهسولوا لي ترند هلأ على التيك توك أماني والأغاني هاي. فهيدي شغلة كتير حلوة أنه فعلا مع وجود زحمة السوشيال ميديا، بس بعد الأغاني هيدي موجودة، وندل على شيء دل على قديش لهم قيمة كبيرة هالأغاني هاي. إلى هنا وتنتهي عم يغنوها أغلب المطربين الشعبيين، بدايقك هاد الشيء ولا لا؟ وخصوصي إنه لا 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 بالعكس، بالعكس هيدي شهرة لما حدا نغني لك أعمالك وأغانيك، بالعكس هي معناتها توه جد لك أكتر وشهرة، ومش بس إلى وهنا كتير أغاني بتتغنى. يعني يعني أرشيفك كبير، وبدنا كلمة منك أخيرة لجمهورك بلبنان اللي بيحبك كتير كتير. يعني دايما بيقولوا لي ليه ما عم تنزل على لبنان، أنا كتير اشتقت لبلدي ولبنان بالقلب، لوين ما رحنا وين، وقد ما غبنا مشتاقة كتير لحفلاتي بلبنان ولجمهوري بلبنان. إن شاء الله قريبا يعني بكون لنا زيارة قريبة أكيد ونزلي على لبنان، لأنه حتى بناتي مشتاقين للبنان. إن شاء الله قريبا نكون، وفي أغاني لبنانية نازلة كمان قريبا. ولبنان كمان اشتاق لك يا ديانا، وجمهوره عم ينطر جديدك قريبا. أما بالعودة للحفل فكان أيضا وقف على مسرحه الفنان الإماراتي عايد المنهالي.
يعني اول شيء بدنا نبارك لك بالعيد الوطني باسم كل اللبنانيين اللي عم يتابعونا. يا اهلا وسهلا، وانتم اعزاز وغالين علينا، لبنان واهله بيعتبرون منا وفينا. يعني اليوم تفاعل الشعب الاماراتي معك بالعين كان لا يوصف، ما خليت حدا قاعد على الكرسي. الجمهور العين دائما جمهور سميع وجمهور فرايحي، وهو الجمهور الناري معروف هذا. وهالتفاعل مش غريب على عايضة، فهو من أهم الفنانين الإماراتيين وجماهيريته كبيرة بالإمارات. أما بهالحفل فكنا شفناه مع أصيل هميم اللي سبق وأحيوا مع بعض عدة حفلات كان آخرها بدبي. يعني هلا وقت خلصت أصيل هميم شفناكم قعدتوا قعدة طويلة، أكيد تم اتفاقات. اتفاقات أنا وأصيل هميم، إن شاء الله تسمعونا في فيديو جديد إن شاء الله قريبا إن شاء الله. أصيل من الفنانات الأكثر حضوراً بالحفلات الوطنية العربية، وهالشي طبعاً بيسعدها وبيسعد محبينا. يعني قديم ننبسط وقت منشوف أصيل هميم بأهم المسارح. حبيبي شكراً، أنا اللي أنبسط فيكم وبشوفتكم وحبابي وين ما كنتوا. اليوم سعيدة أكيد أني أحتفل معاكم مع أهل الإمارات بهالمناسبة الحلوة. 52 عام مرت من الازدهار والإبهار بدولة الإمارات، إن شاء الله الله يديمها نعمة عليهم. اليوم عم نشوف لون ملكي، البيرفل اللون الملكي. أنا بالعادة أحب الألوان الغامقة، بس قلت لك اليوم فرحة فحبينا نلبس لهم لون فاتح. هيك كانت أجواء الحفل بإمارة العين، على أمل أيام الإمارات تكون كلها خير وسلام وعمران وازدهار.